تأخروا جميل، أبصر شو صاير معهم. يمكن بطلوا. أصلا هذا اللي بدك يا ابنة باسل خياط تضعه في ورطة، ولن تصدقوا كيف أصبحت ابنة أيمن زيدان ونورمان أسعد. لفتت جودي ابنة الممثل السوري أيمن زيدان والممثلة السورية المعتزلة نورمان أسعد الأنظار في أول ظهور لها على مواقع التواصل الاجتماعي. وفي التفاصيل، نشر موقع الجرس الصورة الوحيدة للفتاة التي ظهرت فيها بجمال فائق وأخذت ملامحها من والدها ووالدتها. كذلك كشف موقع الجرس أن جودي لا تملك أي حساب على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيراً إلى أنها تعيش مع والدتها التي اختارت أن تبتعد عن الأضواء، والصورة التي انتشرت التقطت لها أثناء تواجدها في أحد المطاعم. وقد تفاعل الجمهور مع الصورة معربين عن محبتهم الكبيرة لنورمان أسعد وأيمن زيدان اللذان اشتهرا في مسلسل جميل وهناء. هاي إليك من البارفال اللي بتحبيه. تقبر قلبي، أصل البارفال القديم رح يخلص، يسلموا إيديك. من جهة ثانية، انتشر أيضاً على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو طريف للفنان السوري باسل خياط جمعه بابنته الصغيرة إيزابيل. وظهر باسل في الفيديو وهو يلاعب ابنته التي كانت تضع له المكياج على وجهه، والذي بدا عندما انتهت مضحكاً جداً. وقد تفاعل المتابعون مع باسل معربين عن إعجابهم الكبير به، واعتبروا أن ابنته الصغيرة تشبهه كثيراً، كما أثنوا على معاملته الجيدة لها. مين عمل لي ميك أب بابا؟ أنا. حلو؟ نعم. وكان الممثل السوري قد وقع في ورطة مع الجمهور، وذلك بسبب وضعه لكمية كبيرة من المكياج على وجهه خلال ظهوره مؤخراً في حلقة من برنامج بصراحة مع الذي يعرض على شاشة الـMBC. ظهور باسل خياط بكمية كبيرة من المكياج على وجهه عرضه للكثير من الانتقادات، الأمر الذي دفعه للخروج عن صمته والرد. فنشر باسل مقطع فيديو له مع زوجته ناهد زيدان، علق فيه على الموضوع قائلاً: وصلني إنه أنا ببرنامج بصراحة كنت كتير حاطت مكياج على وجهي، بالحقيقة أنا ما كنت بعرف وما انتبهت، يمكن الإضاءة ويمكن نوع المكياج ما زبط مع الإضاءة، يمكن أظهر الكونتورينج على الوجه، بس أنا ما دخلني. لتتدخل زوجته وتقول له إن السبب هو الإضاءة وعدم أعطائه مرآة ليرى وجهه، فتفاجأ باسل قائلا: كيف علمت بذلك؟ لا، ما انتبهت انه كان فعلا في كتير ميك اب، لانه الاضاءه ويمكن هذا النوع من الميك اب او درجه